نسمع نمشي لسليانة وين تواصلت عمليات البحث بوادي بوعجيلة من معتمدية الروحية من طرف أعوان الحماية المدنية والأهالي عن الفتاة اللي تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالسنة الأولى ابتدائي والمفقودة واللي جرفتها مياه الوادي بمنطقة دويلات وقت كانت في طريق العودة من المدرسة. هذا ولم ترد إلى حد الآن أي معلومات عن إمكانية العثور عليها، والمزيد التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف مراسلنا بالجهة صابر زيدي. صابر، مرحبا بك الدرة، مرحبا بمشاهدي نسمة لايف. بالفعل تتواصل لحد الآن عمليات البحث عن الفتاة المفقودة بواد بوعجيلة من معتمدية روحية بولاية سليانة منذ ظهر أول أمس. العمليات متواصلة عن كثب لكن ما فماش نتيجة إلى حد الآن. كنا تحولنا يوم أمس إلى المنطقة وين وجدنا سخط كبير من أهالي المنطقة اللي يتشكوا حقيقة من البنية التحتية المهترئة جدا، يعني أودية بدون جسور، هذا مما تسبب في فقدان الطفلة حسب تعبيرهم لأنها كانت في طريق العودة من المدرسة وعند قطعها للواد يعني فجأتها المياه اللي جرفتها ومفقودة منذ ظهر أول أمس. شكرا نعم صابر، شكرا لك صابر على هذه التفاصيل.